السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم اليوم فيديو جديد إن شاء الله. نتمنى نلقاكم في أحسن أحوال وفي صحة جيدة. اليوم إن شاء الله غادي ندير معكم جولة في مرجان، دايرين تخفيضات في مجموعة ديال المنتوجات بمناسبة رأس السنة. هاد التخفيضات كاينة في المواد الغذائية بحال الدقيق، بحال مواد ديال التنظيف، كاينين بزاف ديال التخفيضات ان شاء الله. نتمنى تشوفوا، واللي بغى ياخذ شي حاجه او لا يمشي يتقدر، كل خير كله موجود تبارك الله. وكاينه ميزات حتى في الاواني ديال المطبخ بالاضافه للاغطيه، كاينين اللوينات زوينين البنات الا بغيتو، كاينين المونطات زوينين هكذا كتبغيهم تجلسوا حدا التلفازه وتشوفوهم كيجيو زوينين، واللوينات والشكلات رائعين. وكذلك كاين حتى في البانطوفات والزريبيات ديال بيوت النعاس، زريبيات خفافين اللي ساهلين تجمعوهم وتشمشوهم كيجيو ساهلين زعما في التخمال وداكشي. وكاينين حتى التخفيضات عاوتاني في بزاف ديال المواد ديال الشامبوان صابون، يعني كاع داكشي فيه التخفيضات. كنتمنى ان شاء الله تشوفوهم وتاخذوا داكشي اللي خصكم. تبعوا معايا ان شاء الله الفيديو حتى الاخير وغادي تشوفوا التخفيضات غيعجبوكم. كاين حتى الصبابط، كاين بزاف ديال الحوايج. ما تنسوش ان شاء الله الاشتراك في القناه والضغط على الجرس باش يوصلكم دائما الجديد. ونخليكم مع الفيديو. Thank you.
you.